عليكم في تغزوت. السلام عليكم الاصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا فلوق جديد، نهار جديد، اليوم غادي ننتجوا لمنطقه تغزوت. قومي ما تصابيوش. قبل ما ننتجوا لتغزوت قررت انا والصديق ديالي عمر نفطروا هنا في المحطه ديال التاكسيات ديال البطوار. عمر ضربوا البرد، فين البرد؟ سعادي صحه سي عمر. بايصار ديال اكادير، بايصار بسم الله. من بعد الفطور خدينا الطاكسي كوليكتيف 10 درهم البلاصه لعين المكان ديريكسيون تغزوت. فوالا حنا الاصدقاء ديالي وصلنا لفيلاج تغزوت اللي كيبعد على مدينة اكادير حوالي 15 كيلومتر. كما كنشاهدو هنا كاين لي ترافو في هاد الفيلاج، هذا اعادة تهيئة من واحد شوية غادي نزلو لابلاج. قو معايا ما تزابيوش. دابا كنتواجدو في لاكوت ديال تغزوت، حنا خلينا الفيلاج اللور. لاكوت ديال تغزوت شاد واحد إعادة تهيئة مزيان من نوع الرفيع، ومازال كاين الأشغال في مقدمة ليه. تبارك الله الشاطئ ديال تغزوت كيعد من احسن الشواطئ المغربيه من حيث النظافه والجمال ديال هاد البلاصه هادي. كما كتلاحظوا كاين واحد السرحه كبيره، اليوم كاين البحر داخل. الحلم ديال اي مغربي هو تكون عنده هاد السرحه هادي باش يلعب كره. الجو زوين، الدنيا خاويه. صراحة كبيرة تبارك الله، منظر رائع. مرحبا بكم في تغزوت. العشاق بوزروق، شو تبارك الله الخير موجود.
هاد لي روش كاملو معمرين بوزروك، كاين الناس خدامين كحيدوه. ولا حنا خلينا لابلاج الكبيرة اللور ديال تغازوت اللي فيها لي زوتيل، وغادي نتجهو للبلاج الصغيرة، البلاج الصغيرة ديال الفيلاج. من بعد الجوله اللي قمنا فيها في شاطئ تغازوت، دابا غادي نتجهوا لاحد المقاهي اللي كيتوجدوا في عين المكان، ودي نريحوا نشربوا شي حاجه ان شاء الله. مرحبا بكم معنا. تركيا المغرب تغازوت. شو بعو؟ لا؟ اسمعين بالقمة من هنا سير.